قال يا رسول الله إذن لي السياحة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى. نعم، السياحة في هذا الحديث ليس معناها السياحة الذي تذكر في هذا الزمان من خروج مجموعة في رحلة مثلا إلى العقبة، إلى تركيا، إلى دمشق، إلى غير ذلك من البلاد، فهذه ليست هي السياحة التي وردت في الحديث ونهى الشرع عنها. فنستمع الآن، ما معنى السياحة؟ نحتاج دائما إذا أردت أن تفهم معنى كلمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك كتاب اسمه النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مباشرة أتى على كل الكلمات التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح والضعيف، وشرح معناها ورتبها على الحروف. فنستمع الآن إلى ابن الأثير ماذا قال في معنى السياحة، نسمع. قال ابن الأثير: أراد مفارقة الأمصار وسكن البراري وترك شهود الجمعة والجماعات. إذن هذا معنى السياحة التي نهى الشرع عنها. فبعض الناس يترك أهله وأولاده وزوجته وأعماله ويقيم في مكان منفصل عن الناس ويقول أنا هنا أتعبد، فيترك الجمعة والجماعات وحقوق العباد والأرحام. هذا مما نهى عنه الشرع. إذا أردت أن تترك هذا الوطن وهذا المكان فاتركه عندما تخرج مجاهدا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى. ومن أراد إخواني في الله أن يخرج مع الجروبات هذه الجماعات التي في زماننا حتى يقول أريد أن أخرج متنزها، فذلك يحتاج إلى شروط. أما الشرط الأول أن تخلو هذه الرحلة أو هذه السفرة من رفقاء السوء، من متبرجات ومغنين وشاربين الخمر وعاصين لله. أما أن تقول لا، أنا لا صلة لي بهم، أنا أخرج معهم إلى تركيا، فإذا بك تتفاجأ أن في الطريق الشياطين تتكالب عليك. بسبب ماذا؟ بسبب سوء الرفقة. فبالتالي هذا هو الشرط الأول، أن تكون مع رفقة صالحة ليس فيهم عصاة مظاهرين ومظهرين لها ولا حول ولا قوة إلا بالله أمثال التبرج والخمر والعصيان والاختلاط والمعازف. أما الشرط الثاني إخواني في الله، فألا تكون مقصرا في إخراج الزكاة والصدقات للفقراء والمساكين. فكم من رحلة إلى أوروبا كلفت ألوف الدنانير، فهذه الألوف نستطيع أن نغطي حاجة كثير من الفقهاء. فإذا كنت ممن ينفق على الفقراء والمساكين من زكاة وصدقات وعندها خرجت، فقد توفر عندك الشرط الثاني. الشرط الثالث إخواني في الله، ألا تذهب إلى أماكن تعرض عليك الفتن. فعندما تنزل في ذاك البلد فإذا بهناك مرشد ودليل سياحي، فإذا به يأخذك إلى أماكن الشياطين وإلى أماكن العصاة لرب العالمين. فهذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع، ألا تطيل السفر فتقصر ما استطعت من سفرك.
فإذا توفرت هذه الشروط فعندها يجوز والأفضل تركه. فعندها يجوز والأفضل تركه، فتبقى تتلذذ بالعمرات، فتصبح كلما أردت أن تسافر، أن تسافر لعمرة، أن تسافر لحج، أن تسافر لطلب العلم، أن تسافر للقاء العلماء وهكذا. نعم، فإذا هذا فيما يتعلق بالسياحة التي وردت في النص.